السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم من برنامجكم كلام ابطال هدف برنامجنا ان كل الناس في مجال كمال الاجسام لو حابب تعمل عضلات هنقول لك تعمل عضلات ازاي وندلك على الطريق الصح ولو حابب تخس هنقول لك تخس ازاي وندلك على الطريق الصح هنتكلم النهارده في حلقه النهارده هنتكلم عن الضخامه العضليه وعن التنشيف اهلا ومرحب بالصدى الضيوف اهلا بيك. اهلا بك كابتن محمود اهلا بك أهلاً كابتن سيد معانا الكابتن محمود لاعب الفيزيك المحترف اهلا كابتن محمود اهلا كابتن عمرو كم سنه كابتن محمود موجود معاك النهارده انا سني 29 سنه ما شاء الله يا كابتن محمود كابتن محمود بتتمرن قد كم سنه انا بالظبط بتمرن من 2011 بس يعني على فترات لحد 2018 ما بدات اتجه للمشاركه في البطولات لعبت كم بطوله يا كابتن محمود أنا بالظبط من 2018 لحد دلوقتي لعبت حوالي أربع بطولات أربع بطولات م. أهم بطولات؟ هي طبعًا أهم واحدة فيهم كانت بالنسبة لي إن هي بطولة مستر أولمبيا اللي هو اللي اتعملت هنا في شهر مارس اللي فات اللي طبعًا الحمد لله ربنا وفقني فيها وقدرت أحصل على المركز الثالث فيه يعني الكابتن محمود معاه تالت مستر أولمبي فيزيك ما شاء الله يا كابتن محمود شاركت في كم بطولة غيرها؟ شاركت في اربع بطولات بالظبط من اول ما بدات اشارك في اتجهت للبطولات وانا شاركت في اربع بطولات بالظبط طب كابتن محمود انت شاركت في بطوله اكتشاف المواهب عرفنا انت شاركت وايه سبب خسارتك في بطوله اكتشاف المواهب وانا شاركت في بطوله اكتشاف المواهب لما طبعا قريت اعلان عنها على عن النت وكابتن محمود حرس طبعا كان عامل دعايه واعلان ليها بعت له صوري وهو الراجل بصراحه رحب بيا جدا وشجعني جدا وده اللي شجعني ان انا اجي البطوله لان هي فعلا يعني هو راجل بيدي فرصه لاي حد ان هو يطلع ويجرب ودي مش اي حد بيعملها كابتن محمود حرس طبعا نجم كبير وراجل يعني بيرعى المواهب في مصر كابتن محمود لعبت كم بطوله وايه البطولات الثانيه غير مصر الاولمبي اللي انت برضك استفدت منها انا لعبت اربع بطولات اول بطوله كان تقييم دول لاب في شهر أربعة كان واحد أربعة في 2018 وديت ما عملتش فيها مركز تاني بطوله ليا كان تقييم كو سكواد والحمد لله قدرت احصل على المركز الرابع وتالت بطوله كانت بطوله اكتشاف المواهب مع كابتن طبعا محمود حورس ورابع بطوله اللي هي تعتبر اول بطوله رسميه ليا كانت بطوله مستر أولمبي كابتن سيد كم سنه يا كابتن سيد 30 سنه 30 سنه ما شاء الله بتتمرن قبل كم سنه يا كابتن سيد من 2010 من 2010 ومدرب قبل كم سنه أه سبع سنين سبع سنين لعبت بطولات يا كابتن سيد القاهره والجمهوريه القاهره والجمهوريه ما شاء الله عليك يا كابتن سيد ربنا يخليك <applause> كابتن محمود لو عندنا لعيب عايزين نزود له عضلات يعني عايزين لعيب يطلع بعضلات ناشفه يعني انت بتتكلم هنا في التنشيف اه في التنشيف طبعا انت بتتكلم في التنشيف بص هي احنا عندنا في اللعبه حاجتين حاجه اسمها ضخامه عضليه اه وحاجه اسمها نشافه عضليه الضخامه العضليه ان انت طبعا بتاكل كل حاجه واي حاجه فتره التنشيف انت بتاكل حاجات معينه وبتعتمد على اسلوب معين ان انت بتقلل الكرب بتاعك وبتعتمد بصوره كبيره جدا على البروتين طبعا مع ان انت بتمنع الكلام الاكل اللي بيبقى فيه سعرات حراريه عاليه حلويات بيبسي طبعا الكلام اللي احنا عارفين ان هو بيزود فات كتير ده طبعا احنا بنمنعه فتره الدايت كابتن محمود عاوزين نعرف ايه انواع التمرين المناسبه في وقت التنشيف بص خلينا نكون متفقين ان مفيش حاجه اسمه تمرين للتنشيف ومفيش حاجه اسمها تمرين للضخامه طبعا اللي بيتحكم في نوع الجسم هو رقم واحد الاكل الضغط بقى بتاع التمرين هنا هو اللي ممكن نستفاد منه شوية يعني انت في فترة النشافة بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقلل فترة الراحة ما بين التكرار والتكرار وما بين الحركة والحركة عشان تقدر تحرق سعيرات حرارية أعلى طب وقت التمرين آه بيكون قد إيه يا كابتن؟ يعني انت وقت التمرين بيبقى ما يزيدش عن 45 دقيقة بالظبط 45 دقيقة طب فوق ال 45 دقيقة إيه اللي يحصل لي؟ هو في فترة الدايت او في فترة التحضير للتنشيف او البطولات انت بيبقى عندك انا واحد من الناس انا بتمرن مرتين، مره الصبح الكارديو بتاعي ومره بالليل اللي هو بيبقى تمرين الحديد. كابتن سيد ازاي اعمل ضخامه عضليه بالتمرين؟ عشان اعمل ضخامه عضليه بالتمرين محتاج اول حاجه الاحماء وده مهم جدا. الاحماء والاسترتشات في لعيبه كتير ما بتهتمش بيه وده مهم جدا بعديها رفع الاوزان يعني هلعب بوزن اللي اقدر اجيب بيه من 7 ل 10 عدات تمام ده يعني باقصى باتقل وزن اتمرن بيه باكتر وزن اقدر العب بيه 7 ل 8 ل 10 عدات ده مهم جدا ده بالنسبه للتمارين التكرارات بالنسبه للمجموعات من 4 ل 6 مجاميع طب وقت التمرين قد ايه يا كابتن من 45 ل 60 دقيقة ل 60 دقيقة طب اتمرن كم عضلة في الأسبوع؟ خمس عضلات خمس عضلات طب اتمرن إيه مع إيه؟ يعني اتمرن مثلا أول يوم بنجي مثلا ظهر عرفنا برضك اتمرن إيه وعضلة كبيرة مع عضلة صغيرة تمام هو فيش جدول ثابت يعني مفيش, مفيش جدول جد إيه جد لكن اتمرن عضلة كبيرة كل يوم كل يوم والعضلة الصغيرة باخد عضلتين صغيرين في نفس اليوم يعني البيوتراي ممكن أتلع... يتلعبوا اه البيوتراي يلعبوا مع بعض طب ايه يا كابتن سيد افضل اكل مناسب في فتره التضخيم الكربوهيدرات والبروتين الوجبات دي مهمه جدا طب ممكن تذكر لنا الوجبات دي يعني لو هاكل وجبات فتره الضخامه هتبقى بروتين وكرب والياف البروتين عباره عن ايه اه اتفضل يا كابتن سيد بياض البيض مهم أوه. جدا صدور الفراخ السمك اللي هو التونه ده مهم جدا ده كبروتين ككرب الشوفان آه، والرز دول مهمين جدا الياف طبعا الفاكهه والخضروات طب عاوز اعرف اكل ايه قبل التمرين وايه بعد التمرين اكل قبل التمرين أوه. حاجه تديني باور زي البوتاسيوم اللي هو الموز الكافيين القهوه البطاطا البطاطس الحاجات دي هتديني باور قبل التمرين بعد التمرين محتاج آكل كرب وبروتين بعد التمرين كرب وبروتين. وبروتين البروتين اللي يفضل بعد التمرين لو مش هاخد مكملات بيبقى بروتين طبيعي اللي بروتين. هو آه. بياض البيض لانه سريع الامتصاص وباخد معه كرب كربوهيدرات. كابتن محمود كام وجبه اثناء التنشيف بص هو اثناء التنشيف انت ممكن تاكل عدد وجبات كتير جدا لان ده برضو بيساعدك على ان انت تزود سرعه الحرق عندك لان الجسم سبحان الله بيتعود يعني انت لو عودت جسمك مثلا على ثلاث وجبات بيتعود عليهم لو عودته على وجبتين في اليوم يعني انا ممكن اكل ست وجبات في اليوم او خمس وجبات وانشف وممكن اكل وجبتين في اليوم وجسمي ما ينشفش. كابتن سيد ايه كابتن محمود ايه المكملات اللي ناخدها في فتره التنشيف؟ في فترة التنشيف يعني أنت بيبقى مجهود جامد عليك طبعا لأن أنت بتقلل الكرب فبتحتاج حاجة تعمل لك استشفاء سريع زي مثلا البي سي الجولتامين الأمينو الحاجات دي طبعا بتساعدك أن أنت الريكفري بتاعك يبقى سريع جدا لأن أنت تمرينك بيبقى عالي جدا وبيبقى فيه تحميلة عليك كبير جدا في التمرين كابتن سيد آه. ايه المكملات اللي اخدها في فتره الضخامه مناسبه لجسمي؟ لجسم حضرتك هو مثلا لجسم اللاعب المتقدم كل كل جسم ليه لي طريقه تمرين وليه طريقه تغذيه وليه طريقه مكملات لو واحد عنده نسبه الحرق متوسطه هياخد وي بروتين او جينر او نيتروتيك طب عنده معدل حرق عالي جينر الجينر. افضل مكمل ماشي ايه تاني يتاخد معاه ايه تاني يتاخد معاه كرياتين مهم جدا ده حاجه مهمه اساسيه طب الكرياتين قبل التمرين ولا بعد التمرين يا كابتن بص هو في ناس بتفضل تاخده قبل وبعد انا أوه. عن نفسي بفضل قبل التمرين طب قبل التمرين ليه يا كابتن سيد قبل التمرين بيدي معك باور باور تمام طيب. وبعد التمرين بيعمل ريكفري العضله وبيعمل احتباس مائي داخل العضله لان يعني اثناء التمرين بعرق كتير العرق ده بيخرج السوائل اللي جوه العضله أوه. فبضطر ان انا استبدلها بمياه نقيه عشان استبدل الكلام ده بمناقيه فمحتاج كرياتين بيعمل احتباس مائي داخل العضله كابتن محمود في حد بصلك او في سبونسر معاك او حد بيرعاك لا هو الحقيقه انا اللي متكفل بنفسي يعني انا بشتغل وبصرف على نفسي انما كراعي او سبونسر مش موجود صراحه طب حالتك الماديه كابتن محمود والله حالتي الماديه زي زي اي لاعب كمال اجسام يعني انا بشتغل وبحضر نفسي بصرف او بصرف على نفسي على قد امكانياتي طب يا احنا عايزين نبص لبطل زي الكابتن محمود ما شاء الله بقل امكانيات عمل ثالث مستر اولمبي يعني البطوله دي قويه جدا ما شاء الله دي ميداليه البطوله كابتن محمود اه دي الميداليه بتاعه بطوله مستر اولمبيا المركز الثالث في في الكلاس سي اهي طبعا الحمد لله يمكن بقى الامكانيات ان الواحد ربنا وفقه وقدر يحصل على المركز الثالث وان شاء الله انا انا متفائل ان ان شاء الله الاحسن جاي يعني الكابتن محمود نفسك يبقى في سبونسر وحد يرعاك طبيعي لان اللعبه ديت قايمه على المصاريف ان يبقى في سبونسر دي حاجه بتسهل عليك مهمتك انت نفسيا في حد بيبقى متكفل بيه نتمنى ان حد يبص للشباب اللي زي الورد ديت الكابتن محمود من اقوى من اقوى جينات في مصر في لعبة كمال الاجسام كابتن سيد كابتن سيد خد افضل مدرب في بطوله اكتشاف المواهب اللي اكتسح البطوله بالفريق بتاعه الحمد لنا يا كابتن سيد ازاي ده حصل معاك آه، عرفت ان في بطوله اسمها بطوله اكتشاف المواهب آه، شاركت فيها ب10 لعيبه في ال10 لعيبه كان ما شاء الله ابطال عندي وحوش آه، اشتغلت عليهم شهرين قبل البطوله ودخلت البطوله والحمد لله خدت مراكز من أول لسادس في كل الفئات ما شاء الله يا كابتن سيد الحمد لله كابتن سيد انت منين يا كابتن انا عنواني عزبه خير الله مصر قديمه الابطال دي بتاعتك يا كابتن سيد اه كام سنه كام سنه ايه كام سنه سن اللعبه دي 17 و19 و15 و21 ما شاء الله ملتزمين معاك يا كابتن سيد طبعا لازم يلتزموا اللي يلتزم يعمل عضلات واللي ما يلتزمش هو الخسران هو الخسران كابتن محمود عايزك توجه رساله للاعيب اللي بيطلع على المسرح وبيخسر وما بيعملش حاجه في البطوله تقول له ايه اقول له لازم ان لازم تخسر عشان خاطر تكسب ما فيش حد بيطلع من اول مره بيكسب والا كان ما كانش يعني المكسب هيبقى ليه طعم وبعدين بالنسبه للعبه بتاعتنا ديت انت لازم يكون عندك عزيمه جامده جدا لان المستوى اللي انت بتوصله ما بتوصلوش في يوم او في اتنين او في سنه كل انت ما بتجتهد وكل ما بتسعى كل سبحان الله ربنا ما ما بيسخر لك ناس إن هي تساعدك. كابتن سيد بتجيب مكملاتك الغذائية منين؟ <applause> <applause> من موسى منت أحب أوجه شكر للكابتن عمرو موسى صاحب موسى سبلمنت حبيبي يا كابتن حبيبة سيد ده شرف ليا. حبيبي يا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامج كلام ابطال كابتن محمود عاوز اعرف مين اللي ساعدك والله اللي ساعدني في ناس كتير وقفت جنبي زي طبعا الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى الكابتن الكابتن صبري عبد الرؤوف راجل وقف في ظهري بصراحه وبيدعبني بشكل كبير جدا وهو بيروح معايا في كل حته في مصر يعني في اي بطوله من ساعه ما بدات المشوار دوت وهو الراجل بصراحه مش كابتن محمود عاوزين نعرف فوايد الميه في فتره التنشيف. والله انت في فتره التنشيف بتحاول على قد ما تقدر ان انت تشرب كميات ميه كتير لان انت كل ما بتشرب كميه ميه كتير كل ما جسمك بيطرد ميه اكتر الميه المتخزنه تحت الجلد يعني انت طب. ممكن تشرب في فتره التنشيف مثلا بتخش لك من 6 لتر ل 8 لتر ميه. طب ايه رايك في تمرين الكارديو اثناء التنشيف؟ طبعا ده اساسي لازم الكارديو اثناء التنشيف تمارين المعده دي لازم أن اساسي بتمرن مرتين مره الصبح كارديو ومره بالليل حديد طب كام يوم في الاسبوع كارديو يعني من ثلاث ايام لاربع ايام او ممكن الناس تخش في خمس ايام اللي هم بتوع البادي بيلدنج على حسب نوع جسمك برضو في جسم بيبقى نوع الحرق عنده عالي فده ممكن يبقى ثلاث ايام وفي جسم بيبقى نوع الحرق عنده بسيط فده ممكن يخش في خمس ايام وقت التمرين بيكون فتره قد ايه يا كابتن وقت التمرين زي ما قلت قبل كده بيكون مثلا حوالي لا انا بالنسبه الكارديو لي الكارديو تمرين كارديو اه يعني برضو من حوالي من تلت ساعه لنص ساعه طب حمامات الشمس في التنشيف بتفيد الجسم ازاي هي يعني بتفيد الجسم ان هي بتغمق شويه لون الجلد فبالتالي لما انت بتدهن بيبان شكلك بيبقى شكل الماسل عندك او شكل العضلات عندك بتبان بارزه اكتر وده اللي بنشوفه في, في اي بطوله لما لاعب بيكون لون البشره بتاعته غامقه غير لما يكون لاعب لون البشره بتاعته فاتحه بتفتح مثلا الجسم حمامات الشمس يا كابتن اه طبعا الشمس مهمه جدا في في الجلد لان دوت طبعا من حوالي الساعه 8 لحد الساعه 11 بتبقى مفيده جدا طب وبتساعد على حرق الدهون يا كابتن وبتساعد فعلا على حرق الدهون كابتن سيد مين اللي ساعدك ومين اللي وقف معاك ومين اللي وصلك للمكان اللي انت فيها والشهره اللي انت بقيت فيها الوقت؟ آه وربنا طبعا صاحب الفضل عليا آه بعد كده الكابتن اللي وقف جنبي كبدايه كان اسمه كابتن عباده كابتن عباده آه كابتن عباده ده وقف جنبي جامد ونشكر الكابتن عباده تمام ده كان المدرب بتاعي في جيم في جنبينا كده في المنطقه ما كانش في مدرب في الجيم فكان الكابتن على طول اخش كابتن كنت لسه بقى ناشئ وبتاع 16 سنه 17 سنه كنت عايز اتمرن عايز ابقى عندي عضل زي الشباب اللي بشوفها اه كابتن سيد حصلت على دور تدريب ايه يا كابتن؟ آه بي تي بي تي وايه تاني؟ ودورات آه الاتحاد ما شاء الله عايزين نعرف يا كابتن سيد فتره النوم وقتها هيكون قد ايه للاعب كمال الاجسام؟ 8 ساعات ما تقلش عن 8 ساعات ما تقلش يكونوا بالليل فضل يكونوا بالليل كابتن سيد بطولة اكتشاف المواهب هتتعمل تاني تمام انت ايه رأيك؟ جاهز هتشارك بكم لعيب؟ ان شاء الله 15 15 لعيب؟ ان شاء الله المرة اللي فاتت كانوا 10 لعيبة؟ كانوا انت... 10 المرة دي 15 وأقوى من المرة اللي فاتت انت 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 يا كابتن خط لقب افضل مدرب في بطوله اكتشاف المواهب الحمد لله انت عملت ده ازاي انت اكتسحت البطوله هو فضل ربنا طبعا توفيق ربنا الاول آه ثم الوحوش اللي كانت عندي الوحوش. انا كان عندي وحوش في الجيم مش لعيب عادي فالحمد لله يعني فضل ربنا ثم اللعيبه اللي كانت موجوده كابتن موجود. سيد ما شاء الله معروف في مصر القديمه يعني ما فيش حد في مصر القديمه بينزل جيم بس ما يعرفش كابتن سيد الحمد لله انا عاوز اتمرن عندك كابتن سيد شرفك يا <applause> كابتن مكانك عم. كابتن عمرو حبيبي يا كابتن سيد الكابتن محمود في بطولات جايه اه في بطولات جايه طبعا في بطوله في شهر اثنين هتبقى ماسل تيك وفي بطوله مستر اولمبيا في مستر اسلام كرطام طبعا بينزل اعلانات عنها ان هو هيجيبها لنا تاني السنه دي وان شاء الله في باذن الله استاذ محمود انت ناوي توصل لايه الفتره الجايه وطموحك نفسك توصل لايه هو بصراحه انا اول ما لعبت اللعبه ديت وانا يعني يمكن ايه بصيت لي بعيد شويه ان انا اول ما لعبت اللعبه دي عايز ابقى محترف لان انا بشوف الناس اللي بتطلع على مسرح مستر اولمبيا دي يعني مش احسن مني في حاجه بل بالعكس احنا عندنا جينات تاهلنا ان احنا نبقى ابطال مستر اولمبيا محترفين انا كمدرب او كلاعب كامل اجسام انا اول مره شفتك فيها بطوله اكتشاف المواهب فعلا يعني كنت اقوى جينات وراثيه موجوده في البطوله كلها وانت ما كسبتش في البطوله دي لا بصراحة أنا ما كسبتش وما خسرتش يعني إيه إن أنا أروح بطولة زي ديت وإن أنا أطلع وأجرب لأن أنت بتبقى المفروض في, في الفترة إن أنت لسه بادئ جديد بيبقى لازم أن تطلع على مسرح كتير عشان خاطر تتعود على عرض فإن أنت تطلع أو تخش بطولة دي مش مش خسارة مش شرط تكون خدت مركز عشان تبقى كسبت عايزين يا كابتن برنامج غذائي يفيد اللاعب اللي بينشف بص هو طبعا خلينا نتفق ان البرنامج الغذائي اللي هيمشي معايا غير اللي هيمشي مع كابتن عمرو غير اللي هيمشي مع الكابتن سيد كل واحد على يعني حسب طبيعه جسمه ايه بس احنا ممكن مثلا نتكلم في برنامج التنشيف ان انت بتحاول على قد ما تقدر بتقلل الكرب بتاعتك وبتزود في البروتين وبتقلل طبعا الملح عشان خاطر تقلل نسبه احتباس الميه تحت الجلد إيه انما كبرنامج معين ده بيحددوا لك المدرب بتاعك يا كابتن بتقطع ميه قبل اطلاق على المسرح بكام ساعه هو قد يعني انا ممكن اقطع ميه قبل ما اطلع المسرح ممكن اقطع من بالليل يعني انا لو الماتش عندي بكره بقطع من بالليل الساعه واحدة مثلا بقطع ميه البطوله اللي فاتت قطعت وقت قد ان انا البطوله اللي فاتت برضه قطعت من الساعه واحدة لان انا يعني الحمد لله طبيعه جسمي ان انا ما جسمي ما بيخزنش ميه فما بخافش ان انا جسمي يحبس ميه وبطلع ناشف جدا على المسرح تطلع ناشف جدا على يعني ممكن من انشف الناس اللي بتطلع في اي بطوله في الاربع بطولات اللي انا طلعتهم جوه مصر ممكن انشف واحد على المسرح طب ممكن تقول نصيحه كبطل للاعب اللي عاوز ينشف أن هو يلتزم مع المدرب بتاعه لأن المدرب بتاعك هو بيبقى أدرى حد بيك، هو اللي بيبقى شايف جسمك، فإن أنت تلتزم بالبرنامج اللي هو بيحطه لك وتمشي عليه أنت كده هتستفاد 100% كابتن سيد فيه بطولات جاية قريب؟ إن شاء الله. معاك بطولات يا كابتن سيد. شايف المواهب شايف المواهب <applause> جاهز لا <تصفح> <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> أنت كمدرب لا، أنت هتلعب لا انت أنا أنت لعبت إيه؟ أنا قاهرة وجمهورية ما شاء الله واتجهت للتدريب تفرغت للتدريب طب عاوزين نصيحه بقى للضخامه للاعب اللي عاوز يضخم بص اللاعب اللي عاوز يضخم لازم اول حاجه استمراريه دي نمره واحد كتمرين نمره اتنين تغذيه مهمه جدا 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 فتره الضخامه آه يعني هيتغذى ازاي؟ لكل كيلو في جسمه اتنين جرام بروتين وثلاثه جرام كرب ده مهم جدا لو عمل الموضوع ده لازم يزيد نشكر السادة الضيوف وهنطلع فاصل وهيكون معانا مفاجأة الحلقة ورجعنا لكم تاني من برنامج كلام أبطال معانا المدرب الدولي ولاعب كمال أجسام محبوب الجماهير الكابتن محمود حورس اهلا وسهلا بك كابتن محمود اهلا وسهلا بك كابتن محمود. كابتن محمود تاني بي حلقه ليك انت عملت لي قلق على الفيسبوك بسبب اعلان كابتن حبيبي بسبب اعلان بطوله اكتشاف المواهب في حاجه محيراني عايز اسالك عليها اتفضل ليه كل لعيبه كامل أجسام بتحبك والله يا كوتش ده فضل من عند ربنا اول حاجه آه يمكن انا عشان براعي ربنا قوي في شغلي وبدي كل واحد حقه فده سبب من الاسباب اللي بتخلي الناس تحبني وحابب اوجه رساله لكل مدرب آه يا ريت تعامل اللاعب كاخ اعتبره ابنك عيش معاه شويه اعرف مشاكله عشان يقدر يطلع لك كل جواه لو عنده مشاكل نفسيه والدنيا معاه مش متظبطه تقدر تخرجه بره المود عشان يقدر يتمرن احسن حابين نعرف هتعمل ايه في البطوله انا لعيبه كلمتني كتير واتصلت بي وتواصلت معايا عايزين نعرف هتعمل ايه في البطوله حبي الله نعرف. يا كابتن عمرو انا ما كنتش حابب اتكلم عن اي بند في البطوله بس انا ما اقدرش اخبي عليك اي حاجه لانك انت واقف جنبي بصراحه جامد قوي في البطوله دي ووعدتني بحاجات كتير قوي هتعملها معايا <applause> والله يا كوتش انا لو اتكلمت على نظام البطوله يبقى انا اقول البطوله هتكون مختلفه شويه عن البطوله اللي فاتت يعني هنكون هتكون فيها فئتين آه فئه البادي وهي الناشئين بس من 15 ل 23 وفئه الفيزيك وانا اخترت الفئتين دول عشان بيبقى فيهم عدد لعيبه كبير والمشاركين يبقوا كتير وانا قلت لك اللي انا عايز اخلي كل الناس تشترك في البطوله طب هيبقى في كلاسيك أه لسه بفكر شويه في موضوع الكلاسيك ده ادخله ولا لا لان لعيبه الكلاسيك في مصر قليلين وانت عارف الكلاسيك صعب قوي بالنسبه لاي حد عايزين برضك نلعب لعيبه الكلاسيك مش عايزين نحرم حد من البطوله والله يا كابتن عمرو طالما انت عايز كدا يبقى أنا كده يبقى هنعمل كده عاوزين نعرف التنظيم هيبقى ماشي ازاي والمكافئات الماديه هتبقى قد ايه طيب لو اتكلمنا عن التنظيم احنا لسه قايلين التنظيم بطوله ناشئين من ال 15 لل 23 اه معاك 10 موازين طيب لو اتكلمنا عن التحكيم فان شاء الله هيكون الحكام الموجوده في البطوله بتاعتنا هي مش حكام بس هي حكام لعيبه مدربين ومحترفين طب ممكن تذكر لي اسمائهم اول واحد طبعا في المرتبه الاولى كابتن عمرو موسى حبيبي ده شرف ليا شرف ليا والله آه تاني لاعب ومدرب وبطل عالمي كابتن محمد مدني كابتن محمد كيم وكابتن محمد كمال مدرب منتخب مصر ده كابتن محمد كلام طبعا عالم ما شاء الله عالم وتاج على دماغنا كلها كابتن مدني عالم والله وكابتن محمود عبد الرحيم ده عالم ده اخويا الكبير ده كابتننا طبعا كابتننا الكبير كابتن عيد ابو المجد اه علم وبطل عالم للشباب كابتن محمد ناصر تيسو كابتن محمد كان موجود معنا في برضه يا كوتش نقطة مهمة أنا عايز الحكم يكون لاعب وحكم عشان لو ظلم ما يظلمش يتظلم اه كابتن محمود عايزين نتكلم عن المكافأة المادية المكافأة المالية المالية طيب المكافأة المالية في البطولة اللي فاتت كنا بندي للأول 2000 جنيه وللتاني ألف جنيه وللتالت 500 جنيه والباقي كان بياخد هدايا من شركة جلوبال فارما للسبلمنت طيب احنا دلوقتي هندي للاول 3000 جنيه وهندي للتاني 2000 جنيه وللثالث 1000 جنيه ومن الرابع للعاشر هيكون ليهم هدايا من مكتب موسى للسبلمنت وده الكابتن بتاع آه مكتب كابتن عمرو موسى حبيبي <الصفح> اسف جدا آه انا كده مش هحضر البطوله <تصفح> لا ده ده وعد يا كوتش ووعد الحر دين عليك حبيبي حبيبي ده شرف ليا ونتمنى ان نساعد اي لعيب بادئ او اي لعيب ناشئ بادئ حياته عشان انا انا عن نفسي مريت بالتجربه دي وتعبت في اللعبه وكان نفسي الاقي حد يقف معايا او حد يساعدني فالحمد لله ان شاء الله كنتش نقدر نساعد اي لاعب ناشئ الكابتن محمود لعب كمال اجسام ام رياضة لعب كمال اجسام ام الرياضه, الرياضة. عاوزين نعرف ام الرياضه ازاي لو لأ قلنا لاعب ك... لاعب الكوره لازم يعمل عضلات لازم يعمل عضلات لاعب كونفو لازم يعمل عضلات كل لازم يخش لنا الجيم لاعب الكاراتيه لازم يعمل عضلات البوكس برضه لازم يعمل عضلات مفيش رياضي من غير عضلات رياضه يعني عضلات بس بتتعمل بطريقه مختلفه لاعب الكوره بيعملها احمال بدنيه لاعب كونفو او الفنون القتاليه بصوره كامله بيعملها لياقه بدنيه وده جزء من كمال اجسام وده جزء من كمال اجسام كابتن محمود عاوزين نتكلم عن اللعيبه اللي هي بتاخد البامبويز. البامبويز. <applause> دي مشكله ومنتشره الايام دي. والله يا كوتش انا من يومين شفت شاب بيدعي اللي هو بطل او كابتن ربنا يسهل مش عايز اذكر اسماء حد طلع على قناه فضائيه وكان بيقول اللي هو ما بياخدش منشطات ولكن هو بالفعل كان ضارب بامبويز وحصل له تشوهات في دراعه وفي كتافه وكان شكله مقزز جدا. طب ايه أضرار البمبويز ده؟ طيب تعالى نعرف الاول ايه هو البمبويز. ماشي يا طيب البمبويز هو عباره عن حمض دهني بيتاخد بنسب ضئيله قوي بس مش مستحب اللي احنا ناخده اصلا يعني. طيب لو قلنا الكحول الدهني ده بيعمل ايه جوه العضله؟ لما بتزيد الكميه بتاعته بينشط غرده سرطانيه من, من نوع السرطان الحميد. اه. فده طبعا السرطان معروف اللي هو ورم. فالعضله بتبدا تورم، النسيج بتاعها بيورم. يعني هو بالفعل بقى عنده سرطان حميد داخل العضلة بتاعته بسبب, بسبب الحقن اللي هو حقنه النفس والسرطان قاعد عمال يزيد 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 وهو متخيل لو الكتلة العضلية بتاعته بتكبر لكن للأسف هو كده بقى مريض وبيمر بمرحلة بتر اللي هو لازم نشيل العضلة اللي حقن فيها دي لازم نشيل العضلة نشيل العضلة دي في لعيبة شالت في لعيبة في لعيبة كتير يا كوتش اليوتيوب مليان لعيبة لعيبة تعبت الدرد. وتضرت من البامبايز طب الاسترويد، رأيك ايه في الاسترويد؟ والله انا رأيي الشخصي في الاسترويد، انا خدت استرويد انت خدت استرويد؟ بشتغل بالسترويد بشتغل بالسترويد بكسفش اللي انا بقول كده اه تمام بس بشتغل بتحاليل طبيه طب طيب ااا آه، الاسترويد عشان اخده لازم اخده تحت ايد مدرب عنده خبره أوه. او تحت دكتور عارف هو بيعمل ايه ولازما كده او كده يكون في تحليل احط عليه الكورس بتاعي ما ينفعش امشي كده خلاص كابتن محمود عاوزك توجه رساله للشباب اللي لسه بادئه في مجال كمال اجسام محدش يلعب بدماغهم ويديهم حاجه تضرهم او حاجه ما تفيدهمش وهم لسه سنهم صغير طيب هنوجه رساله للعيبه الصغير حاول تختار الكابتن بتاعك كويس اللي يراعي ربنا فيك واللي يقدر يوصلك للهدف بتاعك حاول تظبط اكلك كويس أوي مع المدرب بتاعك، مش عيب إنك تتمرن معاه برايفت وأنا بحترم الكابتن الصريح اللي يقولك أنا بمرنك برايفت مش تمرين عادي، خد حقك بس ادي اللاعب حقه، ويا ريت اللاعب يختار المدرب الصح، اسأل المدرب بتاعك شوف سمعتي سمعته ايه طلع مين، مين عنده استفاد ومين ما استفادش، قبل ما اخش اخبط هالباب ده لازم نعرف أنا داخل على مين. بكده تكون انتهت حلقتنا انتظرونا الاثنين القادم ان شاء الله مع ابطال عالم ومدربين دوليين